في مصر، أثارت سلسلة التفجيرات الأخيرة التي هزت العديد من المدن المصرية تساؤلات حول مدى الاستقرار الذي تنعم به البلاد قبيل المؤتمر الاقتصادي الدولي أو حتى قبل الانتخابات التشريعية المصرية. مراسلتنا أمل الحناوي والمزيد. من أسوان جنوبا إلى وسط القاهرة يتوالى انفجار العبوات المحلية وبدائية الصنع بنتيجة واحدة، سقوط قتلى وجرحى، دائرة أعمال عنف تتواصل من دون أن تضع لنفسها حدودا توقفها، فضربتها تشي بأنها خارج كل حدود. وما يزيد الاحتقان أن الهجمات تتصاعد بينما تنتظر البلاد انعقاد المؤتمر الاقتصادي والذي يعول عليه المسؤولون لدفع وتنمية اقتصاد منهك منذ 4 سنوات. ستستغل الجماعات الإرهابية قرار المحكمة الدستورية تأجيل الانتخابات وستواصل عمليات العنف ووضع قنابل هنا وهناك. هي أعمال صبيانية خسيسة تدل على إفلاس هذه الجماعات وأنها تريد تفتيت الدولة. مراقبون هنا أشاروا إلى أن تفجير العبوات الناسفة لم يعد عشوائيا، فهنالك استهداف لاستثمارات شركتين في مجال الاتصالات وفي أسوان لتوجيه ضربة للسياحة المنهكة أصلا جنوب البلاد. أما تفجير وسط القاهرة فقد طرح العديد من الأسئلة الشائكة حول أداء الأجهزة الأمنية في مواجهة أعمال العنف. الدولة بشكل عام تعيد النظر في تعاملاتها وخطتها في إدارة الأزمة، لأن الآليات اللي هي بتشتغل بيها في المراحل السابقة تمام ومرحلة التسعينات وكل ده كل هذا الوقت اختلفت تماما النهاردة انت ما تعرفيش انت بتتعاملي مع مين تحديدا. لعله صراع سياسي بأدوات عنيفة متعددة والتي لربما تؤثر على مناخ الحريات الذي سعى المصريون للحصول عليه خلال ثورتي يناير ويونيو. لا تزال الحكومة المصرية تسعى لتحقيق وعودها بالاستقرار، بينما الخلاف السياسي لا يزال يجد متسعا كافيا ربما لتوجيه ضرباته هنا وهناك، ما يحيل شعارات الاستقرار إلى أحلام محاطة بكوابيس الإرهاب. أمل الحناوي، RT، القاهرة.